قررتم بهذه السرعة حرمان إسرائيل من حق الحماية من حماس؟ هل فقدتم ضمائركم؟ هذا مش كلامي، كلام وسؤال طرحه رئيس الوزراء الإسرائيلي بعد تزايد الدعوات والضغوط من سياسيين أمريكيين وأوروبيين لإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل سيكون من شأنها إيقاف العمليات العسكرية في غزة وشل الحركة في البلاد لستة أشهر على الأقل على حد تعبير نتنياهو. جاء هذا بعد مطالبة زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي تشاك شومر بإجراء انتخابات مبكرة في إسرائيل متهما نتنياهو بأنه عقبة أمام السلام. من تل أبيب دكتور ليأور بندور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية. من باريس الدكتور رامي الخليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية. دكتور ليأور، لهالدرجة إسرائيل أي حدا ينتقد ما تفعله في غزة على طول تصبح كأنه عدوي لإسرائيل، يعني ونتنياهو يقول للأوروبيين فقدتم ضمائركم، يعني أنا بتوقع أنه ممكن الفلسطيني يقول للأوروبيين هذه المسألة وليس الإسرائيلي. صحيح أن هنالك تصريحات ودعوات من بعض الدول من في المجتمع الدولي حيث تدعو إسرائيل إلى ضبط النفس وإلى وقف إطلاق النار في غزة، ولكن هذه الدول بالذات هي أيضا تدعو إلى إعادة كل المخطوفين الإسرائيليين الموجودون حاليا في غزة إلى إسرائيل، وأيضا بالتأكيد لا يدعم منظمة إرهابية اسمها حماس ولا يدعم يحيى سنوار الذي يتخندق ويتخبى تحت الأرض. وهم يعلمون، هذه الدول الغربية الأمريكية الأوروبية تعلم أنه معاناة الفلسطينيين في غزة ممكن أن تتوقف حالا إذا يعودوا إلى إسرائيل كل المخطوفين وإذا يحيى سنوار وقادة حماس ماشي. بس ليش غضبان إسرائيل على الأوروبيين؟ ليه نتنياهو غاضب على الأوروبيين؟ هذا السؤال. نحن نعلم أنه أي دبلوماسي إسرائيلي، أي سفير إسرائيلي، أي سياسي إسرائيلي عندما يلتقي مع الزعماء والسياسيين الأوروبيين نحن نشرح لهم لماذا علينا أن نستمر في هذه العملية العسكرية في غزة، وأن نذكرهم بما حدث في العملية الإرهابية في 7 أكتوبر، وأن نذكرهم أن هنالك 143 مخطوف وجزء منهم أوروبيين يحملون جنسيات أوروبية وأمريكية، ونذكرهم بأنهم الاتحاد الأوروبي أيضا هو الذي أدرج منظمة حماس في قائمة المنظمات الإرهابية. إذا كل الأمور هذه منطقية نحن لا نفهم لماذا يدعو التأكيد على ما يترتب على إسرائيل أن تقوم به وليس على ما يترتب. طيب نسمع على من الدكتور رامي الخليفة العلي. دكتور رامي، يعني واضح أنه إسرائيل فقط مصلحتها، يعني مش مهم أنه الشعب الفلسطيني يضلوا تحت الاحتلال و 31 ألف ضحية في غزة، نصفهم أطفال، ثلثينهم معهم أطفال ونساء بصيروا، ولم تعد تحتمل إسرائيل أي تصريح في اتجاه صحيح أوروبي. أهلا بك أستاذ محمد، التحية لك ولمشاهديك الكرام ورمضان كريم. في الحقيقة الموقف الإسرائيلي يحاول عزل ما حدث في 7 من أكتوبر عن السياق التاريخي الذي جاءت فيه هذه الأحداث. طبعا هنالك إدانة حتى على المستوى الأوروبي لمهاجمة المدنيين من أي طرف كان، ولكن بالمقابل هنالك سياق تاريخي يتحدث عن حقوق الشعب الفلسطيني وعن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته وحل الدولتين المتبنى بالمناسبة من كل الدول الأوروبية بل من كل الدول الغربية. هذه النقطة. النقطة الثانية، الموقف من نتنياهو ليس بالضرورة موقف من إسرائيل، هنالك معارضة لسياسات نتنياهو حتى داخل إسرائيل، وبالتالي هذا التبرير الذي يتحدث على أنك إذا كنت ضد نتنياهو أو تنتقد نتنياهو فأنت مع حماس ما بين ظفرين، هذا تبرير غير منطقي لأن هنالك الكثير من الإسرائيليين أصلا ضد نتنياهو. هذه النقطة الثانية. النقطة الثالثة، الحقيقة أن ما يتحدث عنه الإسرائيليون من أن هذا لإخراج المختطفين أو للقضاء على حماس، هذه مسألة لم تعد تقنع الأوروبيين أو حتى الدول الغربية، لأن ليس معنى القضاء على حماس هو قتل الشعب الفلسطيني ومحاصرته وتهجيره قسريا، ليس معنى ذلك هو قتل النساء والأطفال، ليس معنى ذلك هو تدمير البنية التحتية. ما يحدث هو ضرب للمدنيين، تهجيرهم قسريا، حشرهم في زاوية، إحداث مجاعة في قطاع غزة، محاصرة الشعب الفلسطيني، منع وصول الإمدادات. ما الذي يضر حماس إذا ما وصل
الحليب إلى الأطفال الفلسطينيين. كيف ستؤثر إسرائيل على حماس وكيف سوف تقضي عليها إذا منعت وصول الدواء والغذاء عن الأطفال الفلسطينيين وعن النساء الفلسطينيين؟ هذا أمر لا يقنع أحد، لا يقنع الأوروبيين، لا يقنع الغربيين، ولا يقنع أي طرف من الكيان. كما تعلم أستاذ محمد، فإن الإسرائيليين حددوا هدفين مع بداية العمليات العسكرية في قطاع غزة، الأول الإفراج عن المختطفين، والثاني هو القضاء على حماس. إلى الآن ما تم هو قتل المدنيين، لم يتم القضاء على حماس ولم يتم الإفراج عن المختطفين الإسرائيليين، بل بالعكس يتم قتل المختطفين الإسرائيليين عبر عمليات عسكرية تقوم بها إسرائيل ضد هؤلاء. وبالتالي هذه الدعاية الإسرائيلية التي يتم الحديث عنها والتي يتحدث عنها المتحدثين الإسرائيليين لم تعد تقنع أحدا حتى داخل إسرائيل. وإلا ما معنى المظاهرات التي تتم في تل أبيب من عوائل المختطفين ضد الحكومة الإسرائيلية وضد رئيس دكتور لئور الإسرائيلي؟ وبالتالي هذا أيضا لم يعد يقنع السياسيين. دكتور رامي، أفسر لك ليش الأوروبيين اضطروا ياخذوا هذا الموقف، يعني لأنه انحرجوا. ما هو في البداية كانوا يعني واقفين إلى جانب إسرائيل فيما تقول إنه بدها تدافع عن نفسها بين مزدوجين، بس اليوم انقلبت الآية. وهي شرح لك الدكتور رامي وهو يعيش في باريس. إسرائيل اللي بتقول بدها تقضي على حماس لم نرى إلا أنه تقضي على الأطفال وعلى النساء وعلى المباني وتجويع و و و و إلى آخره. ما هو سؤال إذن؟ السؤال إذا أنت عارفه بس بدك إياني أسأله يعني بشكل مباشر. إسرائيل لهذا السبب بقول لك تغير الموقف الأوروبي وأصبح يدين نتنياهو تحديدا على أفعاله. نحن نشرح للأوروبيين وللأمريكان لماذا علينا أن نستمر في العملية العسكرية، وعلى فكرة نحن نشرح لهم أيضا أنه من بين الضحايا في قطاع غزة، ونحن طبعا نأسف لكل ضحية لا علاقة لها بالإرهاب، ولكن نحن نشرح لهم أنه أكثر من 10,000 من القتلى في غزة هم مقاتلين نشطاء في حركة وين حماس الإثبات؟ والجهاد الإسلامي. لحظة لحظة دكتور لئور، وين الإثبات؟ ما يوجد، يعني ما يوجد إثبات. اليوم أنت أي شاب عمره 25 سنة قتل في القصف ممكن تقول هذا مقاتل في حماس. اللي واضح للعيان الآن إنه الذين هم ضحايا للقصف الإسرائيلي الأطفال، النساء، تدمير المستشفيات، تدمير المؤسسات، تدمير الجامعات. محمد، أسهل إشي لك وللضيف من باريس ولأي عربي أي أوروبي أو أمريكي، أسهل إشي له أن يتركز فيما نراه من معاناة الأطفال والنساء والسكان العزل في غزة. ولكن علينا أن نكون متوازنين في كلامنا وفي تحليلنا لما يحدث في غزة. الكل يعلم، ربما وسائل الإعلام تحط التأكيد على أشياء أخرى، على زوايا أخرى، ولكن الكل يعلم أنه لا تزال هنالك منظمة إرهابية في غزة لا تستسلم، لا تريد أن تسلم كل أسلحتها وصواريخها وتدمر بنفسها الأنفاق التي تتخبأ فيها لكي يعيش سكان إسرائيل بأمن وأمان، ولكي يعطوا الفرصة لسكان غزة أن يعيشوا بسلام وأمن وازدهار اقتصادي. لا لا، نحن نعلم أنه علينا أن نهتم أولاً بسكان دولة إسرائيل، سكان دولة إسرائيل الذين يريدوا أن يعيشوا بأمان وأمن، لا ليس كما حدث في 7 أكتوبر. طيب. 7 أنا أكتوبر ما قطعتك، أعطيتك المجال من فضلك. من فضلك. إذا حكام غزة هم المسؤولين عن أوضاع سكان غزة، لسنا نحن. طيب أنا ما قطعت، خليتك تكفي، بس بتقول إنه بدهم يعطوا الحق للإسرائيلي إنه يعيش في أمن وأمان، ولكن على حساب إنه الفلسطيني مش مشكلة يقتل، يبقى تحت الاحتلال يعاني، المهم إنه ابن تل أبيب يعيش مبسوط. خلينا نشوف. أنا لم أقول ذلك، ولكن أي دولة كانت أوروبية أو أمريكية أو جنوب أمريكية، أي دولة لو هجمت مثل ما هجمت إسرائيل في 7 أكتوبر لكانت تقوم بهذه العملية العسكرية. ماشي، بس تتذكر غوتيريش في البدايات شو قال؟ قال إنه هذا لم يحدث من الفراغ، ارجع للسبب هو الاحتلال. بكل الأحوال دكتور رامي، رجع الدكتور لئور مرة أخرى بيقول هم إسرائيل بتحاول تشرح للأوروبيين إنه ليش اتخذت يعني هذه المواقف وهذه الحرب خاصة على السكان المدنيين. طيب
الأوروبيين بعد ما أنه تكشفت الأمور، وشو منتوقع منهم أكثر باتجاه إسرائيل؟ الحقيقة باستثناء الإدانات اللفظية لا نتوقع الكثير، كما شهدنا خلال الأسابيع القليلة الماضية السيد جوزيف بوريل كان صريحا وواضحا في حديثه وانتقاده إلى إسرائيل. طبعا إسرائيل رويدا رويدا تصبح معزولة في المجتمع الدولي، والدعاية التي يتم الحديث عنها لم تعد تقنع أحدا. بالمناسبة الحديث عن حماس والحديث على أن هذه ميليشيات إرهابية، من تعامل مع حماس هو نتنياهو ذاته، ومن تعامل مع الواقع الموجود في قطاع غزة كان نتنياهو. الأموال كانت تمر إلى حماس عبر نتنياهو ذاته، وبالتالي إذا كان هنالك من يجب أن يحاسب على الوضع القائم في غزة فهو نتنياهو وحكومته. الآن هنالك حديث على أن هنالك مجموعات إرهابية ويجب القضاء عليها، كان يجب أن يحاسب نتنياهو. وهذا ما يقوله بالمناسبة، هذا ما تقوله الدول الأوروبية أو المسؤولين الأوروبيين في انتقادهم لنتنياهو، وهذا الأمر أيضا ينطبق على المسؤولين. طب أنا بدي ترد على الدكتور لأور دكتور رامي في جزئية لما قال إنه إسرائيل من حقها توفر الأمن للإسرائيليين، وأنا يعني قلت له ما من باب السؤال، يعني هل هذا على حساب حق الفلسطيني في حقه ودولته كرامته حريته؟ في الحقيقة بغض النظر عما يقوله الضيف، ولكن ما نجده من أفعال هنالك دولة فصل عنصري قائمة في فلسطين، في فلسطين في الضفة الغربية وكذلك في قطاع غزة، من أن هنالك إمكانية للتعايش بين شخص يحصل على كافة الحقوق ويجب حمايته ويجب حماية أمنه، وبين شعب كامل يتم محاصرته، يتم تقطيع أوصال الضفة الغربية، يتم وضع الحواجز، ويتم إهانة المواطن الفلسطيني، ويتم منعه حتى من أداء عباداته في المسجد الأقصى كما يحدث الآن عن طريق وزير الداخلية أو وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي بنكفير. وبالتالي باعتقادي أن بنكفير تماما، وباعتقادي أن إمكانية أن يكون هنالك تعايش ما بين واقعين، واقع يحصل فيه الإسرائيلي على كافة الحقوق ويحصل فيه على الأمن، مقابل شعب آخر لا يحصل على أي شيء ويتم إهانته بشكل مستمر، هذا واقع لن يستمر على الإطلاق. الحقيقة ما تفعله إسرائيل حاليا أنها تزيد الهوة ما بين هذين الشعبين، أنها تقوم بارتكاب المزيد من الجرائم، أنها تمنع حق الدولتين. ما الذي تريده إسرائيل؟ أرجو أن يكون هذا، أن تحاول إسرائيل أن تجيب على السؤال التالي: إما أن يكون هنالك مواطنين ما بين نهر الأردن والبحر المتوسط يحصلون على كافة الحقوق ولديهم ويقومون بكافة الواجبات وهم متساوون جميعا، أو أن يكون هنالك دولتين، دولة للشعب اليهودي ودولة للشعب الفلسطيني. إسرائيل ليست واضحة، ما الذي تريده إسرائيل؟ طيب معي دقيقة، خلي الدكتور لأور يجاوب. الأوروبيون فقط الأوروبيون والأمريكيون يقولون نريد دولتين، دولة للشعب الفلسطيني ودولة للشعب اليهودي يتعايشان جنب إلى جنب. إسرائيل إلى الآن تريد دولة فصل عنصري يتم فيها إهانة الفلسطيني. هذا الأمر لن يستمر، والمسألة ليست مرتبطة بحماس ولكن مرتبطة بسياق من نضال الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه. دكتور لأور، دقيقة بدقيقة واحدة بالضبط. أيوة. أنا أريد أن أقول ما لا يستطيع على ما يبدو أي عربي أو أي مسلم ضيف عندكم أن يقوله: يحيى السنوار هو الذي ورط غزة في هذه المأساة، هو الذي ورط غزة في هذه المأساة عندما نفذ العملية الإرهابية في 7 أكتوبر. أنا لا أتوقع من رامي ضيفك من باريس أن ينتقد يحيى السنوار، هنالك أسباب كثيرة لماذا لا يستطيع أن يكون بذلك. شو عرفك أنه لا ينتقد؟ أنا أتحداكم جيبوا عندكم للستوديو أي ضيف عربي أو مسلم يستطيع أن ينتقد يحيى السنوار، لكن هذا لا يعني بغض النظر عن واقع ما هو موجود في فلسطين. حماس تحدثنا عنها وانتقدنا على قتلها بإيران، أسهل إشي أن تنتقدوا إسرائيل، هذا هو القاسم المشترك الأدنى، أدنى قاسم مشترك أن تنتقدوا إسرائيل ونتنياهو وبن غفير الموجود في فلسطين. انتهى الوقت، عليكم أن تنظروا إلى الأمور بشكل. انتهى الوقت، بس حتى اليهود في أمريكا صاروا ينتقدوا إسرائيل الآن، ومسؤولين وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ. انتهى الوقت، بس اسمح لي. من تل أبيب لأور بن دور المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية، من باريس دكتور رامي الخليفة العلي أستاذ الفلسفة السياسية، شكراً.